أحمد حكمت فكرت يلا صارت الساعة 7:30 بس 5 دقايق أختي لسه عم بيقول 5 دقايق يلا قوم طيب يلا قوموا قوموا بسرعة الله. صارت 7:30 يلا رح تتأخروا اتركيني يلا بقى رح تتأخروا استنى أنا بالأول لا أنا أنا بدي روح أنا مستعجل أكثر منك متضايق كتير أنا بالأول بعد لك يا الله وعصمة الحلو كمان فاق بس عاملها لحاله ولا يهمك حبيبي مو مشكلة تعال عندي تعال عندي حبيبي أوبا على فكرة أختي هي آخر حفوظة عنا ما عم بيضاينوا أبدا يلا يا حكمات يلا يا أخي نفس الخناقة كل يوم يلا حملوا هاي الطاولة المكانة وخدوا الشنطة كمان يلا ليك نايم حمل الطاولة بابا بابا يلا قوم بدهم يحملوا الطاولة قومنا مع الكنباية بابا اليوم آخر موعد لفاتورة الكهرباء مو معقولة شو عم تطلع بسرعة يا الأشقراني المنكوش معي 300 ليرة رح أتركه حكمة قديش معك أنت؟ هدول بس الجمعة رح يعطوني حساب الأسبوع شو بدي ساوي؟ رح حط فوقهم وأتصرف ورجيني لشوف لابس قميص وسخ؟ لو عندي غيره كنت لبسته لازمني توقيع أبي مشان رحلة المدرسة وهي مهمتك أنت يا ست ليلاس برافو عليكي بابا بذاته ما بيعرف يوقع مثلك عم تتطوري كتير مع مين التليفون؟ ليكو معي بدي اتصل بحدا يجي يصلح لنا الغسالة قديش ضل معكم؟ والله ما ضل شي أنا بدي 200 ليرة مشان أعمل وظيفة درس العلوم أنا بعطيك إياهن بدي أعطي دروس بعد الظهر فكرة بيك أنت حطيت مصاري مشان الكهرباء بس أنا ما معي مصاري صار عمرك 11 سنة يعني صار فيك تبلش شغل فكرة قوم قوم بدل ما تصيع وتضيع وقت بعد المدرسة فيك تروح وتبيع شي شغلة تعال شوف أنت أنا رح أشتغل بدل مريم اليوم مين رح يدير باله على عصمت؟ أنا عندي امتحان وأنا كمان كتير مشغول والله أنا ماني فاضية عندي دراسة فينا نترك عند الخالة بلا حكي فاضي مبارح كانت رح تحرق الحارة وأطلعت ونسيت الغاز مفتوح عندك شي فكرة أحسن؟ يلا حبيبي كول يا حلو مرحبا أهلين مرتضى تبع هدول من جديد قال لي خبركم مشان تلزقون على حيطان المشفى والحارة وأي مكان بتشوفوا وليش طبعا مرة تانية إليك نفس القديمة شو بعرفني أنا؟ تجي تفطري معنا؟ لا رح أشرب ليك ليك الواضح أنه طوفان عم يستغل الظروف بس كاتب للبنات خصيصا أصلا بالمرضى ما في فرق بين رجال ومرأة بس أخوكم مرتضى ما بيفهم هالشي المهم أنتوا لزقوهم بكل مكان ماشي؟ ماشي بس سلميني نقدي ألو مين معي؟ رح أوصلك بالمسؤول فورا لكان يلا احكي معه ألو مظبوط ايه طبعا منعالج الفتق وبماركات عالمية مظبوط مع الست دولاي ايه هلأ رح سجل طبعا تمام تمام وبعدين معك يا أخي كل يوم هي خلاص انسى 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 الله يلعنك رجعلي بسكلاتي يا حرامي رجعلي ياها ليش طلعت لي بسكلاتي انت فعلا واحد ما بتستحي انتو جماعة حرامية بس خلي نحن مو حرامية هو السعارة رح يرجعه بعدين انتو الحرامية مو نحن حاج تعيطي كيف بدي روح تعال حبيبي تعال يلا تركن شو بدك فيهم يلا البوس برجليك وروح على المدرسة بلا ما تتأخر ماما عبينا الحسارتي وين شنتاكي؟ استنوني استنوني أنا جاي ألعب معكم لا ما في تلعب معنا أنت مبارك تسرتنا
يا الله. فضي الغسالة بعد ما أرجع، شو أعمل؟ هيك رح أتأخر كتير. تعرفي إنه صار في غسالات بينشفوا لحاله؟ إيه خلاص اسكتوا بقى، بتضلوا تحكوا وتقروا من الصبح. يعني معقولة الواحد ما بيعرف ينام ببيته؟ حتى ما مليتوا من سيرة الغسالة، حاسة عم بتدور براسي. لميس أعطيني مي بنتي. افتحي لي قنينة بيرة. ما في بيرة. بالله شو ما بصير تقولي لي ما في؟ اذا ما كان في بالبيت بتروحي بتشتري. يلا ما معي مصاري اشتري بيره، لانه لازم ندفع فاتوره الكهرباء. اذا معك مصاري اعطيني. انا من وين بدي اجيب مصاري؟ اها. لك لساتنا باول اليوم وانت قاعده عم تهاجمي فيني كاني قتلك قتيل. بعدي من هون، انا رايح اطلب من جارنا. إيه لك، كان بيقولوا الجيران لبعضهم والله وصى بسابع جار. أه. يا الله شو هاد؟ من أول ما الواحد بيفتح عيونه بتقلي له عطيني مصاري؟ أنا منين بدي جيب مصاري؟ شو أعمل بحالي؟ بعدين الواحد بيقول صباح الخير لأبوه، ولا نسيتي إني أنا أبوك؟ احترميني شي مرة. يلا مع السلامة. بس أعطيكي مصاري المساج بتدفعي الفاتورة. شو ما بيصير نأجلها لبكرة؟ لا اليوم آخر يوم، يعني مجبورة أدفعها. يا الله، وأنا ما ضل معي ولا ليرة. رح أطلب سلفة من المدير، إذا مزاجه رايق بيعطيني. إن شاء الله. في حفلة حنة المسا، شو نسيتي؟ حنة شو هاي؟ لا تتحججي، أنا قلت لك في حفلة حنة لرفيقتنا سامية. لا والله أنا ما بدي روح. خلص روحي أنت مع مرتضى. لك شو بده يعمل الزلمة بهيك حفلة؟ معقولة أنت؟ والله مو جاي على بالي. خلص روحي انت، شو بدك فيني؟ يعني ما بدك تروحي؟ لا مو مشكلة، مو مشكلة يا لميس. هي اول مرة بطلب منك طلب. شو صار لك؟ وينك يا تولاي؟ لا تكوني زعلتي. هاي مرتضى، افتح لعمك فكري انيني تبهيرة. اليوم ما في. لك شو هالحكي؟ ما رح أعطيك لحتى تدفع ديونك القديمة وبعدين خد يلي بدك يا. خلص مرتضى بلا حكي فاضي، افتح لي أني نتبيرة. عم قلك ما رح أعطيك. خلصنا بقى، شو مشان الديون؟ ادفعهم بالأول وخد اللي بدك يا. تولاي عم تجي تشرب شاي عندي بالبيت كل يوم، شي مرة طلبتك بحقهم؟ ليش عم تحكي معي هيك؟ يلا عطيني أنينة. فيه عليك واحد حقير ما بتستحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. في حدا فيكم بيفهم بدهان؟ ايه ابن عمي دهان، واذا بدك بدق له تليفون. اتصل اتصل. مرتضى جيب لي كاس الشاي. تكرم عيونك. شو هاد؟ هذا بنص اسطنبول. ها لك يلا تحرك وخذ الشغل. قوم يلا قوم، رجعت الرزقه. معلم قديش رح تدفع عدها؟ 5000 ليرة. هات من ايدك. خلص سكر نحل الموضوع. عن جد رح تدفع 5000؟ ايه لكن شو؟ ليك انا معروف دهاني انه ما في منه، بس ما بقبل باقل من 10000 ليرة. اكيد انت سريع، ما بدي تخجلني قدام الزبون. انا بيقولوا لي فكري فرشاية طايرة، بس شو مشان 10000 ليرة؟ كيفك؟ انت شو جابك؟ مناوبتك بكره؟ بدي اشتغل بدال مريم. ليش وين؟ رفيق الحقير رجع ضربة على راسه واضطروا يسعفوه على المستشفى. هذا الحقير رح يجيب اخرتك. 100 مره قلت لها تركيه. شفتي المدير اليوم؟ ايه شفته لما اجى الصبح. انت شو بدك بالمدير؟ كيف كان؟ يعني بدي اطلب منه سلفه مشان فاتوره الكهرباء. يعني ضروري اليوم؟ ايه. اهلا وسهلا شباب. بدي وجبة تشيز برجر. تمام، بدكن الحجم الكبير؟ لا مو كتير، مثلك حلوة ونعومة. لميس بيقلبوكي. تفضلوا الشباب، أنا باخد طلبكم. وليش مو رفيقتك بقى؟ ولا مو عاجبينها؟ تفضل أنا رح أخذ الطلب. لا بعدي هيك. هي بتاخذ الطلب. أمور التشيز برجر بدك اياها تكون وجبه كبيره ولا صغيره؟
ما بعرف، بظن صغيرة أطيب. ليك ولا شو رأيك امسك الزيت الحامي وكبه على راسك انت وياه هلأ وأحرقكم؟ بس احمد ربك لأنه عندي عائلة مضطرة اني اصرف عليها، مشان هيك روح من وشي بسرعة. انت بتعرفي مين بكون انا؟ ها؟ خلص مين مفكرة حالك؟ لك مين انت؟ عن شد وحده وقحة. خلص تركها مبينة واحدة معترة. يلا خلص شو بدك فيها امشي. لك كم مرة قلت لك لا تتخانقي مع حدا، منيح ما كبروا القصة. ما سمعتي شو قال؟ لو شافك المدير كان قلعك دغري. لا وقال بدها سلفة منه. الله يلعنه يلعن هالحظ. سينان بيك؟ لميس شو جابك اليوم؟ مريم مرضاني لهيك اجيت مكانها. المفروض انكم تعطوني خبر قبل ما تحلوها بيناتكم ماشي؟ ايه تمام عفوا. بدي اطلب منك سلفة لاخر الشهر مرة تانية. لميس بدي ادفع الفواتير واليوم اخر يوم مشان هيك. طيب ماشي روحي لعند المحاسب وخذي منه. تمام شكرا لك. مساء الخير. اهلا وسهلا. بدي ادفع فاتورة الكهرباء. ماشي اعطيني فاتورتك. تفضلي. اي نعم اي مزبوط. فكرة اخي شو عمل الاسبوع الماضي؟ ضرب رفقاته بالصف واخذ مع حياتهم ورجع قفل على رفقاته بالحمام. صحيح نحن عاقبناه بس هالمرة كتير تجاوز. شو عمل هالمرة؟ اليوم كب الكحول على طاولة الأستاذ وحرقها. كيف؟ فرض احترقت المدرسة أو حدا من الطلاب صار له شيء، مين بيتحمل المسؤولية؟ والله معك حق، أنا بدي أعتذر منك. أنا بحكي معه اليوم وهذا الشيء ما عاد يتكرر بنوب. الشغلة ما عاد تنحل بالحكي، إذا عادها مرة تانية أكيد رح نفصله. أنا صار لي سنين بهالمهنة وبحياتي ما شفت ولد بيعمل مشاكل هيك. معك حق، شو ما حكيت معك حق، بس أنا بوعدك أني رح أهتم بهذا الموضوع. بصراحة يا بنتي مو أنت اللي لازم يهتم، أبوكي وأمك وينهم؟ يعني كل ما طلبت ولي أمره بتجي أنت لعندي، هيك ما بيصير. أنا بدي حدا كبير يتدخل بالقصة. يا أستاذ ماما مالها هون برات البلد وبابا بالشغل أغلب وقته، ولهيك اتنيناتهم ما بيقدروا يجوا. أنا لازم شوف أبوكي ضروري، مو معقول هالوضع، ما عاد رح سامحه. تمام لا تواخذنا مرة تانية ولا تقلق، هذا الموضوع رح حله. يلا بالإذن، مع السلامة. أختي والله لا تسمعني صوتك. فكرة تقلي ليش هيك عملت لك؟ أنا بشو مقصر عليكم؟ قلي أنت شو مشكلتك لك؟ ليش هيك عم بتساوي؟ من كل عقلك حرقت الطاولة؟ بدك يعني حس اني انا ما عرفت ربيك؟ بالله قلي انا شي يوم نقصت عليك شي؟ قلي شو السبب؟ اذا كان عندك اي مشكله تعال احكي لي، بس لبقى تعمل هيك حركات. اختي خير في شي؟ من وين بده يجي الخير وانت ليش برا الصف؟ ما عندنا درس هلا، استاذنا مريض. وانت؟ استدعاني المدير. ولا لك شو عمل هالمرة؟ يوم مرة صرت قايلت لك لا تمد ايدك عليه، ما بتفهم؟ شوفي شو صار من ورا دلعك. المهم يلا انا ناطرتكم هلا، بس تخلصوا بنطلع سوا ومنروح على البيت. انتوا روحوا مع حكمة لا تستنوني. بالله وليش ما بدك تروح معنا؟ انا رايح على المكتبة بعد المدرسة، الاولاد بدهم ينسخوا ملاحظاتي. وبدي اعطي درس لبنت، يعني مو فاضي. ايه يلا باي باي. ليك اصحك تزعل اختك مرة تانية. ايه
ايه دخيل هالوش انا؟ رحمت معلش تعطيني درس الرياضيات. حلو كتير. احمد العمى شو هالريحة هاي؟ قوم افتح الشباك. ماشي. امتى بدكم تصيروا تحطوا تيابكم بالغسيل لحالكم؟ خلص اتركيهم انا باخدهم. خلص اتركيهم. جدران؟ هاي مو لإلي، ها هاي لأخوك حكمة جاب عن جديد. اي حلو. ليك اكل عصمت جاهز ماشي؟ تمام. اذا فاق بالليل جوعان طعمي. لميس جاية، اوعك ما طعمي. حاضر. واذا جعتوا انتو في معكرونة بالبراد ماشي؟ لساتك عم تتفتلي والمنشفة على راسك؟ بس ثانية، ما ضل عنا وقت. انا ما رح اتأخر ماشي؟ ايه ماشي. ايه ليش هيك عملتي؟ انا بدي رجعه. بدك ترقصي وهي معلقة فيه؟ بعدين عندي بطاقات كتير بالبيت، برجع بعلق لك واحدة. يلا امشي. طيب ماشي، مثل ما قلت لك انا رح ارجع بكير، واذا بدكم شي اتصلوا بتولاي. خلص روحي انتي، روحي. ماشي. شو هاد الوقت يلي بمر وما بشوف فيه وشها؟ ما بحسبه من عمري ومن حياتي ابدا. بنطلوني ليش على الارض؟ ممكن اسألك سؤال؟ شفت شي ورقة صغيرة بالبنطلون أو على الأرض؟ ورقة؟ إيه؟ ورقة بيضة صغيرة. بنو ماشي. ليش حاطط من مزيل العرق تبعي؟ على فكرة ريحتهم عبي الغرفة كلها. إيه؟ لا عاد تحط منه مرة تانية، بيضلوا يستعملوا غراضي. إيه دير بالك. عم تحكي جد؟ باستك من تمك؟ مو لهالدرجة، باستني على خدي، أما كانت واقفة جنبنا. طيب ماشي. وأخيرا سمعنا أخبار حلوة. إيه وشو جديدك أنت؟ ما في أي شيء جديد، وأساسا لو كان عندي شيء كنت رح أقول. بنوب. لكن لمين كتبت هاي؟ أحمد أعطيني إياها هي لي. مو على أساس نحن منخبر بعض كل شيء؟ شو صار؟ إيه أنا بخبرك، بس لما ما أحكي لك معناته ما في أي شيء أحكي. مين هالبنت؟ يلا أحكي لي. أرزو يلي بالشعب إدعاش؟ إيه كأنه أختك إجيت. وين حاطة المعقم؟ بخزانة المطبخ. مو معقول. شو عرفك انه البنت ما بدها؟ خلاص انا رح حل الموضوع، ترك علي وانا رح اعرف اتصرف. معقول تستسلم بلا ما تحاول؟ ما بعرفك هيك جبان. شو عم تعمل؟ عم دق لمهجة مشان تدبر لنا موعد معها. عن جد عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ عم لك بدي احكي. اعطيني الموبايل من ايدك، لا تتصل. خلاص رح اتصل. انت لا تعني الموبايل من ايدك. يلا عم لك لا تعني، خليني اتصل. الموضوع ما بيخصك ابدا. عم تعرف هذا الا يا الله لك يا الله منك. هلا عني ايه شو في تحت الطاوله؟ ما بدي اتصل مع انا. حق علي لانه انا كان شفتي قديش حلو الشغل. حلوه هلا بيسمعنا يا هبلة. ما شفتي شلون كان عم يطلع فيكي. خلاص بقى حل عني. عم اقول لك جبان ما بتعرف تتصرف مع البنات. ايه اخي انا جبان. يعني معقول شب عجبته بنت ما بيروح وبيحاول يحكي معها؟ اخي انا ما بدي احكي معها. على شو عم تطلع؟ والله ما انك طبيعي. شو دخلك فيني؟ لك انا عم ساعدك لاني بعرف. هي وقع حكمت وما برجع لها. خلصنا بقى. خلص تصطفل وروح اعمل يلي بدك اياه. اطلع من راسي بقى. ليكو اجا. اهلين، كيفك؟ اختي مين هاد؟ شو عم يعمل هذا الشاب ببيتنا بنص الليل؟ شو صار لكم؟ انسرقت شنطايتي. شو عم تحكي؟ مين سرقه؟ طيب مسكتوه؟ مين بيسترجي يعمل هيك معك؟ قرب الولد واخذ شنطايتي فورا، ما حسيت عليه وبدر كان هونيك وانجرحت ايده وهو عم يساعدني. جبناه لحتى نضمد له اياها. تعال عد هون لو سمحت، جرحك كتير كبير. ورجيني شو هاد الجرح؟ كتير فايت لجوا. على فكرة لازمه تقطيب، بس أنا رح حل هالموضوع بالمعقم. تحمل شوي. أوه. دقيقة وبيروح الوجع. هالبيت انتو عايشين فيه كلياتكن؟ أنا مالي عايشة هون معهن، أنا جارتهن، بس هدول كلياتهن إخوات. أيوة. بس سؤال، أنت متأكدة أنك ممرضة؟
أنا بشتغل بدار العجزة كتير أوقات. هي بتعالج فتق الظهر. قلت لي فتق؟ يعني هي مالها ممرضة بس بتعالج فتق الظهر. كيف يعني؟ أنا كنت عم بدرس تمريض واضطريت أترك الدراسة مشان هيك عم بتدرب بدار العجزة. قصدت لك بعد ما باعت أغراض المشفى اللي عم تتدرب فيه ما خلوها تكمل دراسة وطردوها من مدرسة التمريض. ضروري تحكوا عني هيك قدام الضيف؟ حلوة ساعتك تقليد ما؟ هي؟ لا أصلية مو تقليد. ينباع عنا هون مثل بميتين ليرة. نسيت مفاتيحي بالبيت، قلت خلت ولاي عندكم. شو اللي عم يصير هون؟ أهلين أهلين، المفروض تضل مرفوعة مشان يوقف الدم ونزيف إيدك يوقف. أخي مرتضى، نحن تعرضنا للسرقة. قلتي لي سرقة؟ إيه. وبدر كان هنيك بالصدفة وانجرحت إيده وهو عم بيساعدنا، ولما ما لقينا ولا صيدلية جبنا لهون. أيوة إيه صحيح، الشي اللي قالته كله مزبوط. لو بتشوف بدر شلون ركض وراه لحتى يساعدنا. بالله جد؟ إيه لكان يكتر خيرك. أبداً ما عملت أي شيء، أنا بس ركضت وراه وجبتها. بكل الأحوال خلص شغلي. أخي ما تواخذنا ودير بالك على إيدك، والجرح ما رح يطول لحتى يطيب إن شاء الله. شكراً كتير إلك. وإذا صار معك شيء فتق بالظهر بس قلي. تصبحوا على خير. وإنت بخير. تمام. أنا فيني استخدم التواليت تبعكم؟ طبعا جوا. هاد العام فكري ما؟ ايه هو بذاته. ليك كيف نايم على الأرض؟ نزال نشوف. عام فكري. يا عم فكري. احمله معي على السيارة. يلا. اتركني بعد عني. لك هذا عاملها على حاله. لا تقولها. شو بدنا نساوي؟ لازم نرجعه على البيت. يلا حمل حمل. طيب ماشي. اتركني عمل. يلا. عمل يلا. لوين اخدي؟ عملك. لوين؟ عمالك شوي شوي. يلا يدرك. عن جد شكرا كتير على كل شي عملت. مو محرزة، أنا ما عملت أي شي. بالمناسبة نحن التقينا من قبل. امتى؟ انا اجيت محل ما بتشتغلي. صحة وعافية. وقتها وانت عم تعطيني السنين كذبت علي. لك شو صار لك؟ انتبه وامسكها منيح، هلا بدفعوني حقها لي انا. لا تواخذيني. شو هالحظ هاد؟ ايه صح، هلا تذكرت مزبوط. ورجعت اجيت مرة تانية، قلت بلكي ترجعي تكبي علي شي او ترجعي تبهدليني، بس ما عاد شفتك. ايه وقتها بتكون مناوبتي بالليل. بالليل؟ ما خطر ببالي.
احمل معي يلا. على مهلك. مساء الخير لميس. مساء النور. احمد انا حدور. فوت انت. ايوه بالعكس. فوت لجوا بالعكس. ايه. فوت فوت منيحه. اتركه. خلص تمام. انت سبيني على السيارة. انا شوي وبالحال. يسلم. كان سكران ونايم بالشارع. جبته لهون مشان ما يصير له اي شيء وينأذى. تمام شكرا. العفو. ايه ليلاس تعي خدي عصمة. لك انت شو اللي طلعك لبرا؟ ما حدا يمسكني بس جيبولي بيرا. ماشي عم فكري ماشي مثل ما بدك. بيرا. العفو منك لميس بس هو عاملها على حاله. إذا بدك تركيه لحتى ينشفوا ثيابه. ماشي يسلم. مين هالشاب؟ بدر بيكون قرايبنا اجى لحتى يزورنا. مرحبا. مرحبا. طيب تصبحوا على خير. تلاقي الخير. بابا. ابوكي. والله الوضع كتير صعب. لكان أنا حروح. ماشي. لازم روح. تمام. الله معك. صباح على خير. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.